بمناسبة هذا الإعلان، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الدكتور محمد العسيري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. أهلا بك دكتور محمد في نشرة أخبار الثالثة، نشكرك على قبول الدعوة. شهدنا يوم أمس الإعلان عن تدشين مشروع القمر الصناعي البحريني بالكامل، هل لك أن تعرفنا والسادة المشاهدين على ما سيتضمنه هذا المشروع ومراحل العمل فيه وصولا إلى إطلاقه في نهاية العام المقبل بإذن الله؟ السلام عليكم. طبعا يمكن تقسيم المشروع إلى قسمين. القسم الأول سيتضمن بمشيئة الله بناء قمر صناعي نانوي من 3 وحدات ذو حمولتين رئيسية وفرعية. الحمولة الرئيسية مخصصة لمراقبة الأرض عبر استخدام كاميرات مصممة لتصوير الأرض من الفضاء، والحمولة الفرعية ستشتمل على 3 ابتكارات فريدة من نوعها في مجالات ذات علاقة بالتطبيقات الفضائية والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني، والعمل على تنفيذها بدأ حاليا. الفريق البحري للفضاء يعكف على تطوير هذه الابتكارات ونسبة الإنجاز بلغت 25%، وبمشيئة الله ستتم تجربتها في بيئة الفضاء عند انطلاق القمر الصناعي إلى مداره مع نهاية العام المقبل. أما القسم الثاني من المشروع سيتضمن بناء محطة أرضية فضائية لتشغيل وإدارة القمر الصناعي البحريني وأي أقمار صناعية أخرى والتي يمكن التواصل معها ضمن الاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة في الفترة الماضية مع وكالات الفضاء، وهذا يعد إضافة نوعية للبنية التحتية لقطاع الفضاء على مستوى المملكة. نعم دكتور محمد، ما هي مميزات هذا القمر الصناعي وكيف سيتم الاستفادة من هذا المشروع؟ طبعا يتميز القمر بوجود كاميرا ستوفر صور متوسطة الدقة لمملكة البحرين ومياهها الإقليمية بوتيرة عالية، والتي سيتم استخدامها من قبل مختبرات الهيئة لتحليل البيانات والصور الفضائية لتلبية احتياجات عدد من الجهات الحكومية ولتنفيذ الدراسات العلمية وإجراء الأبحاث في مجالات عديدة، منها على سبيل المثال الزراعة والبيئة والطقس والطاقة والتخطيط العمراني والمواصلات وغيرها. كما أن الابتكارات التي ستنتج عن المشروع بحد ذاتها تعتبر إنجازات علمية متقدمة في مجالات تصنف ضمن علوم المستقبل، وتؤسس لتكوين قاعدة علمية وطنية متخصصة ومساهمة بفعالية في البحث العلمي وفي نشر المعرفة والتشجيع على الابتكار، وذلك سيضع مملكة البحرين بمشيئة الله في مصاف الدول الرائدة في التقنيات المتقدمة وخصوصا في مجالات علوم الفضاء. نعم الدكتور محمد العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.